في أحد الروايات القديمة بيقولوا أن المتحاربين لما كانوا بيرجعوا من المعركة منتصرين بيعرفوا بورد الرند اللي على رؤوسهم وهي زهور بيضاء صغيرة، لذا بيقولوا أنه قصر الرناد في حضرموت سمي بهذا الاسم لهذا السبب. في دقيقتين وحديثنا عن قصر الرناد في حضرموت. قصر الرناد أقدم حصن وقصر حكم في التاريخ، يقع في تريم في حضرموت ويشرف على المدينة بحيث أنك تقدر تشوف مداخل المدينة كاملة، علشان كذا اتخذ من هذا الحصن موقع للحكم. ويعتبر القصر رمز للسلطة والحكم منذ عهود قديمة وتعاقب الملوك والحكومات والملاك عليه لكونه مركز للحكم المحلي في المدينة باستمرار. يمتاز هذا الحصن بطراز معماري فريد ويعتبر من أعظم المباني الطينية في العالم، حيث يجمع في بنائه نمط البناء الحضرمي واليوناني والأسيوي. كان يرمم هذا القصر باستمرار، وخلال إعادة البناء عثروا على تمثال رخامي أبيض عليه خط مسندي، لكن لم تشرح حفريات لاحقة للتحقق من التاريخ الدقيق الفعلي لبناء الحصن. تاريخ هذا القصر يعود بناؤه إلى أساساته إلى ما قبل الإسلام، حيث كان مقر للحاكم في اللي هو فترة ما قبل الميلاد. يفتقر الحصن أو القصر إلى الصيانة الدورية، مما يجعله مهددا بالكثير من التحديات، منها التحديات المناخية اللي هي التحديات الطبيعية، وكذلك التحديات البشرية. يعتبر حاليا معلما ثقافيا ويوجد فيه مقر السلطة المحلية بمديرية تريم وأيضا مكتب وزارة الثقافة ومكتب الأحقاف للمطبوعات، لكنه يفتقر للاهتمام كونه يعتبر إرث حضاري لابد من إبرازه والمحافظة عليه والتركيز المتزايد على إبراز ملامح وهوية العمارة اليمنية. هل سنجد قصر الرناد ضمن قائمة التراث العالمي في يوم ما؟ شاركونا آراءكم على منصتنا في وسائل التواصل الاجتماعي يمن انفورميشن سنتر.